ارجع طبعا لضيف الكابتن طارق محروس المدير الفني لكره اليد بنادي الاهلي رجال واحد طبعا رموز اللعبه دلوقتي. يمكن كابتن طارق اهم يعني نقطه يعني انا شايف الاحداث اللي بتحصل دلوقتي هو حصول حضرتك على برونزيه الشباب يعني يمكن من اقل من سنه. ده حقيقه كان اكبر هديه قدمتها لمنتخب مصر الكبير بعد انضمام 7 لاعبين من هذا المنتخب للفريق الاول. اتفضل. هو بس لازم ندي كل ذي حق حقه. طبعا الاتحاد المصري بيشتغل على الفرقه دي، فرقه الشباب والناشئين، من ساعه ما تولى. فمنتخب مصر الاول ده لو جينا بالورق احنا الاتحاد بيشتغل عليه من 4 سنين. 4 سنين مش من سنه او اتنين، بيشتغل عليه من 4 سنين. بدا الشغل من خلال منتخب الشباب ومنتخب الناشئين، الحمد لله قدرنا. يعني يا كابتن دي انا بس عايز اسمع الصوت يا جماعه بعد اذنكم، الفيديو ده مهم جدا نسمعه. عارفين يعني ايه؟ اقعد اقعد يا عزيز. عارفين يعني ايه نص دقيقه فرق واحد؟ يعني هنطلع باذن الله على المنصه نص دقيقه ننقل الكره لبعض. الكره ما تتسابش من ايديا، لو الكره اتقطعت ارجع. خلاص فاهمين يعني ايه؟ احنا بنلعب دلوقتي براجل واحد، قلب راجل واحد. الكره ما تطلعش، الاخ كل واحد ياخد الكره ياكد عليها. خلاص لو قطعت ترجع. احنا هادين 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 خالص. لو الزنا هدرة اطلع استنى عليهم. خلاص يلا كلنا على قلب راجل واحد. يعني حضرتك غرست في الاولاد يعني الاساس في كل الرياضه الجماعيه. ما هو هي رياضه جماعيه فعلا على قلب راجل واحد، وده ادى انطباع. انا كنت رايح الحمد لله كاس العالم، وقلتها قبل كده كذا مره، رايح كاس العالم اكسبه. ما كنتش رايح اخد ميداليه تالت او تاني، انا كنت رايح اكسب. عشان كده يوم ما الطموح ده قل شويه خدنا تالت. بالظبط. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا فرحنا بالتالت، لكن فعلا الاولاد بعد المكسب التالت فعلا بكوا، لان هم كانوا نفسهم يوصلوا النهائي ويكسبوا النهائي، لان ده كان الحلم اللي احنا شغالين عليه من سنتين. الحمد لله انا طبعا خدت الفرقه دي، كانت خسرانه بطوله افريقيا، وكانت في مستوى الناشئين خدوا 17 على العالم. قدرنا الحمد لله نشتغل عليهم في السنتين بكل حاجه، نفسيا واداريا وفنيا، وصلناهم للمرحله دي. وصلناهم ان احنا الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى. انا يعني كان شغال معايا طبعا في نفس الوقت الكابتن مجدي ابو مجد، لازم ندي له حقه، بطل عالم للناشئين. كان في 4 معايا موجودين معايا بصفه مستمره. الاربعه دول لما نزلوا تحت مع الكابتن مجدي كان مساعدهم كمان. كان مساعدهم تمام. حسن قداح واحمد هشام وحميد وياسر. يعني حضرتك قلت لي ان حسن امبارح وليد بيقول لك احنا ان شاء الله، او بيقول هناخد كاس العالم. حسن قالها بعفويه. بس هو قالها لانه تربى معايا وتربى مع الكابتن مجدي على دي. اما المذيعه سالته هتعملوا ايه؟ قال لها احنا هنكسب كاس العالم. لانه متعود الكلمه دي يقولها دايما واحنا في المعسكر. الله كده. يعني احنا دايما انا عايز اقول لحضرتك ان دي اكبر يمكن اهم من الميداليه اللي حضرتك بتقوله ده، اللي انت زرعت فيهم ان يبقى عندهم طموح. بالظبط. طبعا وكابتن مجدي ابو المجد اكيد. بص حضرتك احنا كنا بنشتغل كمجموعه واحده. يعني انا واقف في التمرين، مجدي جاي التمرين بعديه، مش عارف حصل ايه، مجدي خش اعمل اشتغل، انا معاه في التمرين. كان معانا الكابتن حسين زكي، وكان معانا الكابتن هاني فخراني. كنا بنشتغل يا كابتن. لحظه التتويج دي كانت لحظه يعني. بص يا كابتن دي كانت مباراة مصر النرويج. التأهل. أنا آسف، دي لحظة التأهل. ده دور الثمانية. الله يا كابتن. دور الثمانية من فرقة النرويج، من الفرق القوية جدا. عايز أقول لحضرتك إن كل المنتخبات كانت موجودة بمديرين فنيين الأوائل معاهم. الحمد لله كانت مباراة مهمة نوصل لقبل النهائي. والمهم على فكرة معلومة ناس كتير ما تعرفهاش، أنا الفرقة الوحيدة اللي في بطولة العالم خسرت ماتش واحد. ماتش فرنسا قبل النهائي. يعني انما كل مباراه اخدناها. كل فرنسا خسرت ماتشين. الفرقه اللي لعبتها في، انا فاكر ان في الماتش ده يا كابتن جابوا لك المدير الفني الفريق الاول يقف قصادك. ده انا بقول لحضرتك الاجتماع اللي قبل المباراه بتاعتنا، والله والله ما بكذب، لان الانسان عمره خلاص قرب، والله ما بكذب، 15 واحد جهاز فني الفريق الاول قاعد قدامنا في المطعم بياكلوا مع الفريق، ودخلوا معاهم الاجتماع اللي قبل ماتشنا. 15 واحد فني ما شاء الله. لان انا اصلا في دور المجموعات كسبتهم 5 تجوان، فكان في صدمه. ايه اللي بيعملوه؟ تخيل بقى حضرتك. طبعا ربنا ما كانش موفق في الماتش ده،
لو كنا موفقين شويه خلص كان فرق جون تقريبا يا كابتن، فرق هدف لكن الحمد لله على اللي احنا عملناه. كابتن انتوا خليتونا بكاس العالم ده الحقيقه فخورين جدا، وكنا متابعينه بشكل يعني انا بقول لحضرتك بشكل لا تتخيله. احنا الحمد لله وعليتوا طموحات الناس كمان. والله كان ده هدفنا ان احنا نعمل حاجه احنا كفرقه، والهدف الاسمى اللي كان الاتحاد بيرسم عليه ان انا اخد 7-8 لعيبه يطلعوا للفريق الاول، ودي كانت اهم